يا اخي المصريين دول عليهم حاجات. والله احنا شعب رائع على كل المستويات، يعني دايما مبهر، يبهرك في العلوم ويبهرك في الثقافه ويبهرك في الاداب ويبهرك في السينما ويبهرك في ذكائه ويبهرك في خفه ظله ويبهرك في قدرته الدائمه على انه يسخر من اي شيء وكل شيء وحتى نفسه عادي، ويبهرك في امانته. والله تقعد تفكر، هو يا جماعه لسه في ناس كده؟ مين؟ المصريين. ودي مش أول واقعة. أنا اللي عاجبني هي فكرة أنه أينما كان المصري هو مثل عليه القيمة، يفرح يشرف. أخ مواطن مصري في كوريا الجنوبية، أسأله بيعمل إيه في كوريا بالمناسبة، في كوريا الجنوبية تحديدا، يعني لقى ساعة $51,000. دي الساعة، وده سعرها على امازون. هو انا عارف الساعه، الله، فياخد يلاقيها ياخدها يرجعها، ولا جه على باله. عارف انت بالمصري يقول لك نضرب عليها، هاخد هلبسها في ايدي وارجع مصر، يعني حد هيقول لي بتعمل ايه؟ وهطلع وهبيعها $51,000 اضرب في سعر البنك المركزي. استنى كده، روح يا نوفمبر، تعالى يا نوفمبر، ايوه ادي $51,000 كده بالمصري تعمل 1,578,000. طب انا هفترض انه مستعد يتنازل عن ال 78,000 فيعمل 1,500,000، بس رجعها. محمود مسعد، هذا المواطن الرائع اللي رفع راسه. يا محمود ازيك؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، كويس جدا. انت بتعمل ايه في كوريا يا محمود؟ انا عندي شركة سيارات، بصدر عربيات يعني لمصر ولأكثر من دولة. ما شاء الله. وموجود في كوريا بقالي 5 سنين. طب دي حاجة جميلة جدا. وأسعارك حنينة يا محمود ولا لأ؟ مش هتلاقي أسعار عند حد ولا جودة زينا يعني. الله أكبر، ماشي خلاص، احنا هنبقى زباين. محمود، أنت لما شفت الساعة وأنت راجل بتشتغل في الاستيراد والتصدير وفاهم، فأنت عارف إن الساعة غالية جدا. 1.5 الترابيزة بالمصري. انت لقيتها فين؟ اللي يضيع ساعة زي دي ضيعها فين؟ هو الـ هنا اصلا مستوى معيشة الكوريين يعني عالية جدا. فده بالنسبة لهم حاجة عادية، يعني اصلا هم اغلب اللبس بتاعهم بيكون براندات. فده طيب. بالنسبة لهم برضو كذلك ان ممكن تلاقي حد لابس حاجة زي كده. ماشي. صاحب انت لقيت الساعه دي فين؟ الساعه دي احنا في انا متعود دايما ان انا بقالي شهر كده بروح الجيم. حلو. قبل الشغل مثلا. الساعه دلوقتي حالا عندنا هنا في كوريا الساعه 5 الفجر اصلا، فرق التوقيت. فانا دايما بروح الجيم الساعه 6 الصبح او 7. حلو. وبعد كده بنزل الشغل بعده يعني. جميل. فطبعا رحت عادي زي اي يوم، خلصت الجيم بتاعي، وبعد ما روحت البيت بفضي الشنطه بتاعتي لقيت فيها الساعه دي. زي ما اعرفش جت ازاي ولا وصلت، دخلت جوه الشنطه. هو ممكن بسبب ان طبعا انت لما بتدخل الجيم بيكون فيه مفاتيح، اللي هي المفاتيح العشوائيه بتاخدها وتروح تفتح تاخد الخزنه بتاعتك وتحط فيها حاجتك. وانت طالع خلاص بتاخد الشاور بتاعك وتروح البيت. ايوه. ما بتاخدش يعني ايه، ما بتبقاش واخد بالك قوي او كده. فانا قلت ممكن تكون صاحب يعني صاحب الساعه انتهى عندي، ما جاتش باي شكل من الاشكال. انا مش هو يعني في الغالب انت حاطط الشنطه على بنش او حاجه جوه الفستيار او جوه المنطقه بتاعه تغيير الملابس، هو بيغير هدومه، هو كمان قلع الساعه، اتزحلقت دخلت في شنطتك، هوب بالظبط لقيتها. بالظبط. روحت البيت، طبعا بروح البيت بغسل يعني بحط الهدوم بتاعتي في الغساله اغسلها وكده، فلقيت الساعه دي. قلت انا ما رحتش اي مكان يعني، دايما باخد النظام بتاع الجيم وكده، ف هو مفيش غير الجيم اللي انا رحته يعني. أيوة. فقلت خلاص هي في الجيم. فطبعا اول حاجه خالص يعني بعيدا عن اي شيء، انا لفت انتباهي شكل الساعه لانها بلاتينيوم يعني، فلفت انتباهي المعدن اول مره اصلا امسكه يعني او اشوفه.
فدخلت اشوف البراند ده على النت ولقيت السعر بالشكل ده. ايوه. فانا اتخضيت يعني، قلت ايه ده؟ فعلى طول يعني جه في دماغي ان انا يعني لازم اشوف مين صاحبه وارجعها له، لان اكيد واحد زي يعني حاجه زي كده مش هتفوت يعني، مش يعني صاحبها مثلا ممكن زمانه عيني هيموت بسببها. بفكر بالتفكير بتاعنا، هل لو ضاع مني مثلا حاجه بربع الثمن ايه؟ بعشر الثمن ده اكيد مش هنام يعني. والله انا لو بعشرها هتجلط يعني، مفيش فيها هزار. ما انا بقول لك بالظبط. ف بدات بقى في رحله ان انا بدور على مين صاحبها، والمشكله ان اصلا يعني جيم ولا قال ان في حاجه ضايعه، ولا حد قال ان في اي حاجه، بالعكس ده احنا يعني انا اللي علقت ورقه في الجيم اول حاجه برقم تليفوني، وكتبت ان اللي ضايع منه حاجه بالكوري يعني يتواصل معايا على الرقم ده، وبرده ما فيش حد كلمني ولا حد قال لي اي حاجه. ولا الهوى. ولا الهوى، خاصه ان اصلا طبعا زي ما انت عارف اوضه تغيير الملابس ما بيبقاش فيها كاميرات، وبيدخلها مثلا في اليوم الواحد ممكن 200 مشترك جيم كبير، فما تقدرش يعني لو حاجه زي كده حصلت اصلا ما يعرفوش يجيبهم هي مع مين ولا راحت فين او كده. فلحد ما انا برضو ايه حاسس انها تقيله، وان انا شايل حاجه تقيله قوي قوي معايا، ومش قادر بصراحه ان هي تفضل معايا اكتر من كده. فرحت بقى لصاحب الجيم نفسه وسالت عنه، انا عاوز اقابله واتكلم معاه لان انا لقيت حاجه وكده. فهو قال لي لقيت ايه؟ فقلت له لقيت حاجه وخلاص، انا مش عايز اقول له برضه يعني، ما اعرفش هو يعني هيفكر ازاي او ياخد الموضوع على اي محمل. ايوه. فقال لي حاجه زي ايه يعني، خليك اكثر تحديدا لان في ناس برضه بتضيع منها حاجات وكده. فقلت له هي ساعه. فقام قال لي طيب البراند او مثلا اللون الكلام ده كله، قلت له لا ده مش هقوله، ده بقى صاحبها انت اللي تجيب الصحابه هو اللي يقول، وبناء عليه انا اديله الساعه دي. صح. فما قال لي يعني ساعه غاليه او كده؟ قلت له غاليه. قال لي غاليه بكام يعني؟ بكلامه يعني هو معتقد انها ب 1000 دولار. قال لي ب 1000 دولار؟ قلت له يعني ممكن حاجه زي كده. هو برضه بدا يشوف اذا حد ضايع منه حاجه، وبعدين قام مكلمني قال لي تقريبا في واحد ضايع منه ساعه، ممكن تيجي نفسك مع بنتكم انتوا الاثنين ميعاد ونتقدم. قلت له مفيش مشكله. فرحت طبعا الراجل قال لي المواصفات بتاعتها، لونها البراند بتاعها، حتى قال لي ان هو استخدم نفس يعني استخدم نفس الخزنه اللي انا استخدمتها في نفس اليوم ده. اللي هو خلاص. فقلت له ان انا لقيتها وكده وبتاع. طبعا الراجل ما كانش مصدق اصلا ان انا لقيت الساعه وان انا جايبها له. فبعدين صاحب الجيم بقى بعد ما انا جبت يعني اديت له الساعه وكده، فبيقول لي يا غالي بكام يعني؟ احس ان الموضوع يعني. فقلت له ب 51000 دولار. فالراجل بتاع الجيم نفسه ما كانش مصدق يعني، وقال لي قال لي هو نفسه قال لي انت رجعتها لي او رجعتها عشان ايه؟ فبس احنا كمصريين يعني كل واحد طبعا بيكون هو الشفير بتاع بلده طبعا بره، وفي نفس الوقت دي تربيتنا، وان احنا ما نقبلش ابدا على نفسنا ولو طبعا ربنا يغنينا بالحلال يعني ما يكونش حلال يعني. طبعا ربنا يغنينا بالحلال. طب بقول لك ايه بقى، اللهم بعيد عن الموضوع ده، انت في كوريا بقالك 5 سنين؟ ايوه. سؤال تافه جدا، ايه احلى اكله في كوريا؟ احلى اكله في كوريا، هم هنا بيعملوا اكله اخطبوط جميله جدا. اخطبوط؟ بيعملوا اخطبوط كده ممكن بالطريقه بتاعتنا مثلا، ما فيش حاجه قريبه منها في مصر، بس هو بيعملوا منها اخطبوط جميل جدا. انت ايه اللي طلعها في دماغك يا محمود تطلع كوري؟ هو في الوقت اللي انا كنت فيه يعني خلصت الدراسه بتاعتي وخلصت الموقف بتاعي اللي هو بتاع الجيش التجنيد، كنت بدور على فرصة يعني كويسة، وكان طبعا قدامي إن أنا ممكن أسافر الخليج، أو قدامي إن أنا زي ما بقيت الناس ما بتسافر يعني، أو بتروح تشتغل. وفي ناس طبعا في الوقت الحالي ما شاء الله في حركة عمران كويسة جدا، يمكن أنا كنت موجود في الوقت اللي هو بتاع دلوقتي ما كنتش فكرت في سفر يعني، لأن أنا شغال دلوقتي في البلد وخلاص. يا سيدي، والبلد فاتحة إيديها، تعال في أي وقت. الله يخليك. فوقتها طبعا كان المتاح كانت كوريا الجنوبيه، كانت هي ما اعرفش، كان ممكن مثلا يكون كنت مهتم وقتها بالدراما بقى الكوري والحاجات دي زي بيت الشباب يعني، اروح اشوف العالم الثاني اللي احنا مش ما نعرفش عنه اي حاجه، اللي بنتفرج عليه. فاخدت قرار ورحت.
ربنا يوفقك يا محمود، والله ينور عليك ورفعت راسنا وشرفتنا والله العظيم، ودايما منور وباذن الله باذن الله باذن الله. وقت ما هتقرر ترجع تعمل بيزنس في مصر ارجع يا باشا، الدنيا بقت احلى بكتير. نور. انا كنت في مصر على فكره من شهرين بالظبط. شوف انا هقول لك اشتري مني وارجع واشتغل الدنيا بقى في الدنيا فعلا في الدنيا فعلا جميله. وانا بالفعل قررت ان انا ان شاء الله نازل قريب يعني واستقر في مصر. تعال يا باشا وصدر والتصدير دلوقتي شغال الله ينور، ومكسب يعني زي العسل والله بكلمك بامانه، هتيجي وهتعرف بنفسك. انا بشكرك يا محمود، نورت وشرفت ورفعت راسنا، ودي كما جرت العاده المصريين مبهرين في اي مكان والله العظيم.